افريقيا بشكل عام. يعني انا اتكلمت عن تاريخ مواجهات مصر والمغرب في امم افريقيا تحديدا، مش عايزين نحصر كل المنافسات لان بيكون بطبيعه الحال في منافسات في تصفيات كاس العالم، منافسات وديه، ولكن لو هنتكلم على كاس الامم الافريقيه تحديدا في 6 مواجهات، 3 انتصارات للمغرب، انتصارين لمصر، في حين التعادل حل على مباراه واحده. المغرب مسجله 5 اهداف في مرمى مصر، في حين مصر سجلت 3 اهداف في مرمى المغرب. ونفتكر اخر مواجهه جمعت مصر مع المغرب في البطوله قبل الماضيه، بطوله 2017، والهدف القاتل لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق الاخيره من عمر المباراه عشان يحسم تفوق منتخبنا الوطني المصري بهدف مقابل لا شيء، ونصعد بعد كده للطريق نحو المباراه النهائيه. نعم حلينا وصيف وهزمنا امام الكاميرون، ولكن دايما بنشوف تفوق منتخب مصر على المنتخب المغربي بيفتح لنا الطريق شويه. طيب نروح للست مواجهات اللي كان غانم بيتكلم عليهم في النسخ السابقه من بطوله الكاس للامم الافريقيه، ونستعرض معاكم نتائجها كمان بالتواريخ. المغرب حقق الفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في امم افريقيا 76، والمغرب تفوق مره ثانيه على مصر بهدفين مقابل لا شيء في امم افريقيا 1980. مصر حققت الفوز على المنتخب المغربي بهدف نظيف في أمم أفريقيا 86، وخسرنا بنفس النتيجة ولكن في 98، واتعادلنا بدون أي أهداف في 2006 اللي كانت مصر بتستضيفها وقدرنا نحقق فيها اللقب. وآخر المواجهات زي ما كان محمد بيقول، محمد حلوة بقى أول مرة بقالك كتير محدش يقول لك يا محمد. دايما كان جانب بيقول بهدف محمود عبد المنعم كهربا قدرنا نحقق الفوز في أمم أفريقيا 2017. والختام كان مسك، احنا يعني اصحاب النتيجه الافضل في اخر المواجهات، وان شاء الله نكون بنستكمل بناء عليها انتصارات ونعادل التاريخ، لان التاريخ فيه تفوق لمنتخب المغرب بثلاث انتصارات مقابل انتصارين لينا، فنبقى بنعادلهم ان شاء الله. يمكن انتصار من الانتصارات اللي انت قلتيها كمان بتاع بطوله 86، الظروف كانت مشابهه شويه مريهان، هزمنا في اول مباراه افتتاحيه من السنغال والبطوله كانت في مصر، والجميع افتكر ان يعني مصر كده خلاص مش هتعمل احسن حاجه في البطوله دي، ولكن في المباراه النهائيه تفوقنا على المغرب بهدف مقابل شيء عشان ناخد اللقب. واعتقد دي من الامور اللي برضو يعني في جيل كده شويه فاكر المباراه دي تحديدا. ايوه جيل كبير، انا صغيره، انا مالي ولا مش كبير.